تفضلي استاذ زينب، هذه القضيه الملف ديال الدري الشاب اللي كان اختفى في ظروف غامضه، اللي كان مع العشيقه ديالو وفي الاخير جابت الصباط ديالو والسروال ديالو وقالت العائله ديالو بانه غرق. ايه السلام عليكم استاذ خيار زين محمي بهاء الدار البيضاء. معلوم انا كنوب على هذا الشاب اللي عمره 26 سنه، كانت الجلسه غدوز عنده اليوم في مدينه الرباط، ولكن ما مشيناش لظروف غنشرحها لكم دابا. المهم هذا الدري كان ها هو عنده الدبلوم ديال التكوين المهني ديال اصلاح الكاميرات، ودبلوم عنده تقني مهم. اذا كيتفاجئ واحد النهار واحد الهاتف شي ناس قالوا لي جي صوب معنا، صوب لنا الكاميرات ديالنا. مشى ذاك الدري ديك الساعه كانت واحد البنت عندهم لصقت عليه، ملي لصقت عليه ولات قالت لي ضروري تاخذني تمشي معايا، هذا هي بنت ديال الحانات والبارات اللي كتمشي للبارات والحانات. هو ما تقبلهاش المره الاولى، ولكن قالوا لي والدي الا كنتي باغي الا كنتي ناوي شي حاجه نمشيو معاك، ما كاين حتى مشكل نشوفو. ملي مشى بانت ما لقاش شي، وفعلا حتى هو ما عجباتوش لان اخلاقها خايبه كتتعمر البارات والحانات، فاذا به فتح هذيك ما بقاش باغي تراجع يخطبها ولا يتزوج بها، لان هو ولد عائله نقيه، ولد عائله شريفه، ما يمكنش لهم يتقبلوا ذاك الوسط اللي كيعيشوا فيه ذوك الناس. هذا الولد واحد الوقت في 2018 عيطت عليه، ضربوه، داروا شي اضراب بالعافيه، ها هو ما تصاور بالعافيه كيضربوه وشرقوا لي كرشو وشرقوا لي كل داتو، ودابي مو جات وداتو المستشفى، جلست ثلاث ايام في المستشفى ودار شهاده طبيه، وهي مشات حتى هي دارت شهاده طبيه، لان هي قالت لك ممرضه هكا في السطاج ديال الممرضات، مشات دارت واحد الشهاده طبيه مزوره اللي فيها 29 يوم، هي ما عندها والو، وداروا لهم تبادل الضرب والجرح. كانت جلسات كانت باقا كانت جلسه قائمه في المحكمه الابتدائيه ديال سميره، الا انه في نفس الوقت الوالده ديالو مشات دارت شكايه عند السيد الوكيل العام الملك بان الولد ديالها راه اختفى لظروف الغامضه، لان على السبب اللي دارت هذه الشكايه، لان هاد الدريه اللي كانت تخ مع الخطوبه تخ مع الخطوبه شي ثلاث شهور، تعرف مع شي دريه اخرى جابها لدارهم، وبات صدق هذيك الدريه ما كانش عارفوا بان صاحبتها، حيت ملي كان العرس ديال خصو الثانيه كان ديك الساعه عيطوا عليه، هو عيطوا على والديه غد ليه غد ديال العرس، قالوا له بان راه الدري ولدك وقعت لي شي واقعه. ملي مشات الوالده ديالو قالوا تفاجئوها طاحت تما، قالوا لها بان ولدك راه غرق وراه لقينا الصباط ديالو، جابتوا لي هذيك العشيقه ديالو الاولى اللي كان قبل كان ناوي يتزوج بها، لان كان صحابها انسان نيس بالصح ديال الاخلاق يقدر يستمر معاه في الحياه الزوجيه. شو استاذ القضيه ديال جابت سروالو جابت سروالو صباط وقالت لك حقه، كانت هي العلاقه ما بقاش بينها وبينه نهائيا، وهي حتى جات شافوها هي كانت غادا كانت لامارين، لان ديك البلاصه كتسميتها عنق الجمل حدا لامارين ديال تمارا، ما يمكنش شي واحد يعوم تما، واحد المنطقه خطيره وفيها الصخر. قالت لك هو شاف واحد الكرتونه ديال الحشيش، هي مش عارفه شو حشيش، واحد ديال الحشيش كوكايين، وتلاح من 50 متر كاري تلاح بحال من عماره تلاح بحال سميتو. قالت لك من اللي تما ما بقاش بان، وكي جاو الشرطه وجا واحد الشاهد اللي كان ديك الساعه كيصيد، قال كانت واحد السياره اللي هي فاخره اللي كانت حدا البلاصه اللي كان هو فيها، قال لك اختفى الدريه جايه بالسبرديله سميتو. البوليس تلقاو مع دوك سميتو رمارين، قال لك اش واقع؟ قالت لهم راه واحد الدري كان معايا هنا راه تلاح وما بقاش بان، راه مشى يجبد واحد الصندوق ديال الحشيش. باش عرفت الحشيش؟ ما يمكنش واش هي عندها شوافه هذه ولا اش عندها؟ كيفاش حشيش؟ وكيفاش البوليس ما داروا معاه والو؟ جا اذا الطوموبيلات داوها ما حجزوها ما والو، داتها موخ عند مو الطوموبيله وعطاتها هي الصباط وعطاتها السروال، وبقات محتفظه بالبورطابل حتى اختفى هو ما عرفش بشحال، عاد خدمات واتساب ديالو، قالوا لها شي اصدقاء ديالو مخدم واتساب ديالو، ولكن في الاخر اكتشفت مو
بان هذيك الدريه الثانيه اللي كان باغي يتزوج فيها عندها علاقه مع الاولى، ها هي عندي التصور معها بان عندها واحد العلاقه كبيره معها، يعني ان خطوا ليه مؤامره، خطوا ليه باش يرتكبوا الجريمه، يعني ان خطوا ليه. وتا هو ما عندنا لا جثه، دابا ثلاث سنين داز على القضيه، البحر ما لاحوش، ما يعني ان ما كاين لا غارق لا ما كايناش جثه، وكانت السياره ديالو محطوطه على التاس واحد الحاشيه اللي كانوا يمكن غادي يهملوها كانوا غيخليوها وغادي يمشيو على ولا ما حصلهاش سميتو لامارين، لان لامارين كاينين تما، لكون ما لقاوهاش بان هازوا وسولوا على هذه القضيه يكونوا سميتو. والحاجه المشكله ملي استمعوا لهم الدرك الضابطه القضائيه كتقول بانها شي فيلم بحال هكا راه مشى يجبد واحد كارطونه فيها الحشيش وفيها هذا، وانا كنستغرب كيفاش الضابطه القضائيه ما كديرش خدمتها. اول حاجه خاصها تعتقلها، خاصها تمشي تعتقل ديك الدريه اللي هي عندها علاقه معاه. باش هي راه كاين الكوكايين في هذيك، باش عرفت الكوكايين اللي كاين سميتو، ما يمكنش خاصهم يقلبوا ديك السياره، خاصهم ياخذوا لها هاتف النقال ديالها يقلبوه ديالها، ما لاحوا ما لاحوا لا بحر لا والو، ما دات السروال ديالو والصباط الصباط ديالو والسروال ديالو. ولكن انا اليوم كانت جلسه اليوم الهاتف ديالو كاين كانت مخدمه ليا من الاول، خاص الشرطه خاصها تاخذ لها الهاتف ديالو وتاخذ الهاتف ديالها والهاتف ديال صاحبتها ودير الخدمه ديالها. لهذا السبب راه كانت ملي دارت الشكايه امو ديال ضدهم، مشاو تابعوا هاد الدريه بواحد المتابعه ما فهمتهاش انا، تابعوها بالايذاء العمدي المؤدي الى الوفاه دون انيه احداثه. فين كان الايذاء العمدي؟ شنو الايذاء العمدي؟ إذا يعني كاين شي ضرب، كاين شي عمد راه يعني عنفاتو، وما كيفاش في حالة صراحة المؤدي إلى الموت، فين هي الموت؟ فين هي الجثة؟ ما كايناش الجثة، حنا يلا غنديروا نفس المشكل ديال التهم البناني، أنا ما مشيتش هاد الجلسة لأن عرفتها خاوية ما معتقل فيها حتى واحد، ما داروش، كتبنا سي عبد النبوي مشكورا وجاوبنا بأن غتعاود فيها التحقيق، داكشي علاش ما مشيناش الجلسة ديال اليوم، لأن غادي تعاود فيها التحقيق، وعطانا الرقم ديال التحقيق باش نمشيو غنحضر إن شاء الله في التحقيق باش نتلامسوا نفس المشكل من نقاط التحقيق، باش ينتج لنا الفرقة الوطنية ولا الدرك الملكي ياخذ الهواتف ديالهم وديال واحد الصديق ديالو هو، ما عرفتش كيفاش السبب، حيت هضرت من التليفون ديالو الصديق ديالو قالت لي قول لامو راه ولدها راه غرق، خاصة هذاك الصديق ديالو يحضر. وثاني كاين واحد الشاهد اللي شهد لها عند الضابطة القضائية وشهد لها قال لهم عندنا الاشهاد ديالو، قال لك ملي خرجت من 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 عند الدرك سولها قال لها علاش ما قلتيش اش الحقيقه؟ قالت لي لان غتولي هنا، قلت الحقيقه غتولي هنا عصابه اجراميه. اذا هذا الملف بان لي بحال فيه واحد شي عصابه ولا شي مافيا ديال مخدرات ولا شي حاجه باش التصاور ديال الشاب. ها هو الشاب كي داروا ليه؟ هذه المرة الأولى، عطاو لمو هدية ديال المرة الأولى، بنتها الأولى تزوجات، والنهار الثاني ديال الصبحية ديالها هذيك اللي كانت صاحبتها وما كتقولش بأن صاحبتها، خبرتها هي بالهاتف قالت لها راه ضربوا وجابوا، هي هاد التصاور. المرة الثانية في 2005 شهور عليها هي فاش كان الاختفاء ديالو، قالت حقا في البحر تلاقات معاه وهضرت التليفون ديالو الصديق ديالو، وهي باش من النمره ديال التليفون ديالو. كيفاش الضابطه القضائيه ما خدتش هواتف؟ كيفاش ما دارت حتى شي بحث ميداني؟ كيفاش هذه المتابعه ديال الايذاء العمدي؟ اش هو الايذاء العمدي مؤدي الى الموت؟ واش عندنا واش قاضي التحقيق ما عرفش بان السيد ما كاين لا جثه لا والو باش يتابع هذه المتابعه؟ واش انا غنمشي نحضر بناء على اش؟ الايذاء العمدي اشنا هو؟ الايذاء العمدي المؤدي الى الموت ماشي الى القتل. هاد المتابعة ما عرفتهاش أنا، ما فهمتهاش كاع دون أن يس. غنحضروا الجلسة الجاية؟ معلوم غنحضروا الجلسة لا، لأن عبد النبوي مشكور من هذا المنبر، لأن أقسم بالله راصدناه كيجاوبنا ودار لنا حدد لنا عطانا رقم باش نعاودوا التحقيق، راه غنمشيو ثاني غنديروا عند السيد قاضي التحقيق باش يحجز الهواتف ديالهم ويجيب لنا الهاتف ديالو هو باش نشوفوا المكالمات ديالهم باش نعرفوا الحقيقه، لان هي متيقنة لان كاين حتى الشاهد اللي كيقول بان قالت لي ما نقدرش نقول كل شيء، لهنا كاين عصابه اجراميه ما نقدرش نقولها، احنا غنحضروا كل شيء، احنا ما كنعرفوا حتى شي واحد اللي ما كان، احنا ما كنخافوا لا من مافيا الكوكايين لا من مافيا العقار لا من حتى شي مافيا اللي
كان تيدير شي حاجه. حنا الدور ديالنا هي محاربه الاجرام، والدور ديال العداله هي تحقيق العداله، ماشي نغبروا دري بحال هكاك سوا. دابا عرفنا فين مشى، اش داو سوا حازينو، واش حتى حنا خاصنا جوج ديال هذا السيد هذا الولد. وما يمكنش هذه المتابعه اللي كاينه دابا ماشي متابعه ديال الايذاء العمدي المؤدي الى الموت. كيفاش ايذاء العمدي؟ ما اقدرش نمشي لهذا الملف. لهذا راه الاسبوع الجاي ان شاء الله غنمشي عند قاضي التحقيق مدينه الرباط، وغندي نكيف لان راه مشى لنا الملف باش يتعاود فيه التحقيق، وغندير الاختفاء الاحتجاز مع استدعاء جميع الاطراف والاعتقال ديالهم والاخذ الهواتف ديالهم باش يفرغوهم ديال وقت الحديث ديال 2019. دابا راه ثلاث سنين وباقي ما بين والو. حنا يلا غنبدا. شكرا 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 استاذ. شوفوا ها هما، ها هو الولد، ها هو الضرب. شكرا استاذه، شكرا.